قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. اشتهر علي باز بين زملائه في الدراسة بدهاء. كان من طليعة المتفوقين في المواد العلمية، ولكنه كان في جملة من يحتلون الرتب الأخيرة في المواد الأخرى. ومع ذلك فإن علي الباز كان يتميز عن أقرانه بجمال خطه. كان خطاطا في نظر زملائه، ومشروع خطاط ناجح بالنسبة للعارفين بفن الخط وقواعده. وقد مكنته موهبته في الخط من أن ينال حظوة لدى المدرسين وأيضا لدى الإدارة. كان المدرسون والإدارة يلجؤون إلى خدماته حين الحاجة إلى كتابة لافتات للأنشطة أو لتسطير جداول على سبورة الإعلانات. كان ولوجه إلى قاعة الأساتذة ومكاتب الإدارة بلا رقابة ولا سؤال ما مكنه من أن يسخر ما أوتي من ذكاء في الوصول إلى سجلات النقط. كان يعدل فيها ما يشاء دون إثارة الانتباه، ولذلك استطاع أن يبلغ مستوى الباكالوريا. اجتاز الامتحانات 3 مرات ولكنه لم يفلح. لما بلغ 22 من العمر تقدم لاجتياز مباراة مفتشي الشرطة. حالفه التوفيق فالتحق بالمعهد الملكي للشرطة، حيث تلقى تكوينا استغرق عاما كاملا. أبان علي الباز عن قدرة على الاستيعاب عززها دهاؤه الذي تفطن إليه أساتذته في المعهد الملكي للشرطة، وتسنى له أن يحتل مرتبة ضمن الأوائل في فوجه، ولذلك تم تعيينه في مسقط رأسه مدينة مراكش. تم تعيينه في قسم التشخيص القضائي لأنه كان قد تلقى تكوينا جيدا في مجال الشرطة العلمية. أوكلت إليه مهمة استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية للمرة الأولى. كان في اتصال مباشر مع المواطنين. ما أن انقضت 4 أشهر على التحاقه بتلك المصلحة حتى لاحظ زملاؤه تصرفاته المثيرة للريبة والشك إزاء عدد من الوافدين على مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، وصار ذاك السلوك موضوع الأحاديث الهامسة في مكاتب المفوضية. كان المفتش علي الباز يسخر دهاءه في سرقة التمبر من فئة 20 درهما الذي يلزم المواطن على دفعه ضمن الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية. كان يختار ضحاياه بعناية، أغلبهم من البسطاء. كيف يتم له ذلك؟ كان علي الباز يضع في درج مكتبه إسفنجة مبلولة، تلك التي تستخدم لتبليل غراء الدمغات قبل وضعها على الوثائق. بعد أن يقدم له المواطن الضحية المختار وثائقه، يبلل المفتش علي أحد أصابعه، يلتصق التمبر بالأصبع المبلل، وبحركة لا تثير الشبهة يضع التمبر في الدرج، ثم بعد أن يتظاهر بفحص الوثائق يقول للمواطن الماثل أمامه إن الملف غير تام، ينقصه تمبر من فئة 20 درهما وعليه أن يكمل الملف. حين يهم المواطن بالذهاب لشراء التمبر يناديه، يتظاهر بالرغبة في مساعدته، يخرج التمبر من الدرج ويقول له: هذا تمبر وجدته عندي، ادفع ثمنه واكفي نفسك تعب الذهاب لشرائه من الخارج. وهكذا كان يبيع التمبر المسروق لمن سرقه منه، وأحيانا بثمن يزيد عن 20 درهما. لما تناهى إلى علم رئيس قسم التشخيص القضائي ما يجري في مصلحة استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وما يقوم به المفتش علي الباز، نصب له فخا ما لبث أن وقع فيه، إذ ضبط متلبسا بالاستحواذ على تمبر من فئة 20 درهما. تقرر نقله إلى السجن المدني بمراكش، حيث كلف بأخذ بصمات السجناء الذين تتكفل إدارة الأمن بضبط مسجلاتهم القضائية. لم يبدي استياء من عمله، بالرغم من أن كثيرا من زملائه كانوا يكرهون العمل في السجن. أكثر من ذلك، كان المفتش علي الباز يبدي شغفا غريبا بمهمته الجديدة. بعد 3 أعوام وبشكل مفاجئ، قدم المفتش علي الباز استقالته من عمله.
بدا الرجل وقد هم بالانتقال إلى مرحلة جديدة في حياته. تعلم في السنوات الثلاث التي قضاها يعمل في السجن المدني بمراكش أن مرتكبي السرقات عادة ما تصدر في حقهم أحكام تتراوح بين شهر واحد وشهرين، فكان يكثر من استدعائهم إلى مكتبه، يستفزهم، يتعمد استفزازهم حتى لا ينسوه. كان يغادر عمله في الرابعة عصرا من كل يوم، وقد دأب على التوجه إلى ساحة جامع الفناء الشهيرة. لم تكن تستهويه الفرجة التي يتيحها الفضاء ولا المأكولات المعروضة هناك، بل كان يترصد أولئك اللصوص الذين تعرف إليهم في السجن المدني بمراكش. وحين يضبط الواحد منهم بعد أن يكون النشل حافظة نقود من أحدهم، كان يلحق به، يأخذ نصف المبلغ المتوفر في الحافظة والأوراق التي قد تكون بها، ثم يخلي سبيل اللص. كان يقوم بذلك أغلب أيام الأسبوع، وقد تسنى له أن يجمع مبلغا ماليا محترما، غير أنه كان يرى أن الأهم من المال بطاقات التعريف الوطنية التي تمكن من الاحتفاظ بها. كانت في حدود 20 بطاقة للتعريف، انتقاها بعناية ووفق شرط أساسي أن يكون صاحبها مقاربا له في السن. الآن وقد استقال من وظيفته وصار مفتش الشرطة السابق، قرر علي الباز الانتقال إلى المرحلة الموالية، استهلها باستعمال بطاقة تعريف وطنية تعود إلى شخص يدعى يوسف العطاري. كان رجلا من بني ملال، سرقت منه حافظة نقوده بينما كان يتابع مشدوها قصص أحد الحليقية. قام علي الباز بوضع صورته مكان صورة صاحب البطاقة، أتقن التزوير، كانت خطوته الأولى على درب الجريمة. سافر إلى بني ملال، دخل إحدى الوكالات البنكية، فتح حسابا باسم يوسف العطاري، لم يلاقي صعوبة تذكر، دفع المبلغ المطلوب لفتح الحساب وطلب دفترا للشيكات، وعده موظف الوكالة البنكية بتوفيره بعد أسبوعين. في الحلقة القادمة سنرى أن علي الباز مفتش الشرطة السابق باستعماله بطاقة التعريف المزيفة إنما كان يسجل لبداية مرحلة جديدة في المسار المنحرف الذي اختار السير عليه. الحلقة الثانية. بدأ المسار المنحرف لمفتش الشرطة علي الباز بسرقته تنبر 20 درهما من بين وثائق المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية. وفي السجن المدني بمراكش حيث قضى 3 أعوام، تعمق ذاك المسار المنحرف لعلي الباز، حيث كان يلاحق اللصوص في ساحة جامع الفنا يستحوذ على نصف ما يعثر عليه في حافظات النقود المسروقة وأوراق الهوية. بعد أن استقال من وظيفته كان قد تجمع لديه ما لا يقل عن 20 بطاقة وطنية للتعريف. لجأ إلى استعمال الأولى وكانت لرجل من بني ملال يدعى يوسف العطاري. وضع علي الباز صورته مكان صورة صاحب البطاقة، توجه إلى بني ملال حيث فتح حسابا بنكيا وطلب دفترا للشيكات تسلمه بعد 15 يوما. في اليوم ذاته قصد علي الباز محلات بيع المجوهرات، اشترى دمالج وأحزمة ذهبية، دفع باستعمال دفتر الشيكات، كان يتحرك تحت اسم يوسف العطاري. قبل أن يحل المساء كان صاحبنا في الطريق إلى الدار البيضاء، هناك تمكن من بيع ما اشتراه في بني ملال ثم عاد إلى مراكش. بدت له العملية مربحة فكررها وفق السيناريو نفسه في أجادير وورزازات واليوسفية والصويرة وآسفي. لقد وجد في الدار البيضاء مجالا لتصريف مقتنياته التي كان يدفع قيمتها بشيكات في أسماء أشخاص سرقت منهم بطاقات التعريف الوطنية. ازدادت مداخله من تلك العمليات وفتح حسابا بنكيا باسمه الحقيقي، هذه المرة كان يودع فيه ما يجنيه من عمليات النصب. أيقن علي الباز أن الأمر هين، لا يتطلب جهدا كبيرا ويدر مالا وفيرا. وبما أن الطمع لا حدود معلومة له،
فقد رأى أن يرتقي بنشاطه درجة أعلى وأن يستهدف محلات المجوهرات الأرقى والأغلى ثمنا وقيمة. كانت له طريقة مختلفة للتعامل مع أصحاب محلات المجوهرات الرفيعة. كان يرى أن التعالي على أصحابها سيجعلهم يسقطون في فخاخه بسرعة. قصد مدينة فاس، وفي واحد من أفخر فنادق المدينة اكترى جناحا كاملا، واستعمل بطاقة تعريف تعود لرجل أعمال مرموق من مدينة وجدة، وكان قد استعملها من قبل لفتح حساب بنكي للحصول على دفتر للشيكات. كانت خطته ألا يكون هو الزبون، كان يزعم أنه مرافق لشخصية عربية ثرية ترغب في اقتناء مجوهرات رفيعة القيمة. حين يعرض عليه صاحب المحل مجوهراته يختار منها أجملها وأرفعها قيمة، ثم يطلب منه أن يحضرها إلى الفندق في الرابعة عصرا ليعرضها مباشرة على الشخصية العربية الثرية. إمعانا في إغراء صاحب المحل، كان علي الباز يعرض عليه شيكا بمبلغ لتغطية نفقات التنقل إلى الفندق ولقاء الوقت الذي يقتضيه ذلك. كان وهو المعروف بدهائه موقنا بأن الرجل سوف يعمد إلى صرف الشيك للتأكد من ثراء الزبون وقدرته على الدفع، وكذلك كان يوقع بضحاياه. حين يحضر تاجر المجوهرات إلى الفندق يستقبله علي الباز في صالون الجناح الذي يفترض أن يكون به الرجل العربي الثري. يطلب من ضيفه ضحيته أن يخفض صوته حتى لا يزعج الرجل الثري. يتناول منه المجوهرات ثم يدخل إلى غرفة النوم زاعما عرضها على الثري العربي. بعد فترة يخرج، يختار من المجوهرات المعروضة أجودها، يتعمد ترك بعض منها حتى لا يثير الشكوك. بعد تحديد الثمن يدخل علي الباز إلى غرفة النوم لإحضار الشيك الذي يتضمن المبلغ المتفق عليه. بعد أن يعود يدخل ضحيته في متاهة أحاديث غايته منها ألا يتيح للتاجر الخروج من الجناح الفندقي إلا بعد أن تكون الوكالات البنكية قد أغلقت أبوابها. ومباشرة بعد أن ينصرف التاجر ينزل علي إلى مكتب الاستقبال، يدفع ما ترتب على ذمته ثم يختفي سريعا. كانت عمليات وفرت له أموالا ما كان يتصورها. كان قد انخرط في مشروع بناء فندق في مراكش، غير أنه لما طلب قرضا من البنك اشترط عليه توفير ربع قيمة المشروع، ولذلك نرى صاحبنا قد أعاد الكرة مع محلات للمجوهرات الرفيعة في طنجة ومكناس والقنيطرة. في مراكش كان يركب السيارات الفاخرة ويعيش حياة البذخ. كان يدعي حين يلتقي زملائه القدامى من رجال الشرطة أنه انخرط في نشاط تجاري يدر عليه أرباحا هامة. قصد إلى الرباط ينوي القيام بعملية تكون الأخيرة. كدأبه نزل في واحد من أفخر فنادق العاصمة. كرر السيناريو الذي نفذه في المرات السابقة واستطاع أن يوقع في شباكه واحدا من أكبر تجار المجوهرات في الرباط. وما أن أتم العملية حتى لم حقيبته يهم بالنزول إلى مكتب الاستقبال لتسديد فاتورة إقامته. لما بلغ باب المصعد صادف فتاة لها من الحسن ما لا يخطئه النظر. كانت رشيقة في العشرينيات منشرحة تتقذ ذكاء وحيوية. لما انفتح باب المصعد أتاح لها الدخول أولا. كان يصر على الظهور بمظهر الرجل المحترم المتأدب. سويا تقدم إلى مكتب الاستقبال، هو لتسديد فاتورته وهي لإيداع مفتاح غرفتها. أثناء نزولهما كان قد تبادل بعض الحديث. علم أنها هي أيضا من مراكش، وعلمت هي الأخرى أنه رجل أعمال من الحمراء. ترك لها بطاقة تحمل رقم هاتفه وتواعد على اللقاء. بدت له الفتاة مهتمة شديدة الاهتمام، لم يخب حدسه. بعد يومين وكان قد عاد إلى مراكش هاتفته الفتاة وتواعد على اللقاء في أشهر فندق في المدينة. التقيا في الصالون،
قالت إنها من عائلة مراكشية عريقة وثرية تقطن الدار البيضاء حاليا، ولكنها تأتي باستمرار إلى مراكش لرعاية مصالح تجارية وعقارية للأسرة. قال إنه يعمل في مجال العقار، وحدثها عن مشروع الفندق في فاس كما في طنجة وفي الدار البيضاء وكل المدن التي مر منها علي الباز. كانت مصالح الأمن قد تلقت عدة شكايات من تجار المجوهرات من ضحاياه وباشرت تحرياتها. خلف وراءه خرابا ماليا كبيرا، وترك ضحاياه ممسكين بشيكات بدون رصيد. كانت مصالح الأمن قد جمعت أوصاف المشتكى به. بعد جلسة مطولة في صالون الفندق مع الحسناء التي التقاها للمرة الأولى في الرباط، بدا لعلي الباز أن الفرصة مواتية للاستيلاء على بعض مما تملكه الفتى. رأى الزواج مدخلا إلى العائلة الثرية. تواعد على اللقاء، التقيا مرات عديدة، وفي كل مرة كان يحضر علي هدية إلى من ينوي الزواج منها. كانت في كل مرة تطالبه بالأنفس والأغلى قيمة إن هو أراد القرب من عائلتها العريقة والثرية. أنفق المال الكثير، وذات يوم اختفت الفتاة ولم يعد هاتفها يجيب. كان علي الباز في غفلة من أمره بينما كانت مصالح الأمن قد اهتدت إليها. نسخ بطاقة التعريف الوطنية التي استعملها لفتح الحسابات البنكية كانت تحمل صورته هو وأسماء ضحاياه. اعتقل علي ذات مساء غير بعيد عن ساحة جامع الفنا، وحين استنطاقه حكى كل التفاصيل. ولما بلغ حكايته مع الحسناء بنت العائلة التي سأله ضابط الشرطة إن كانت هذه الواقفة وراءه، التفت، كانت هي. قال له الضابط: نصبت فنصب عليك. لم تكن الحسناء بنت العائلة التي، ولم تكن ثرية، ولكنها كانت مثله ذات دهاء يسنده جمالها، فاختارت طريق النصب والاحتيال، ولم ينج من شباكها علي الباز الذي حسب أن لن ينصب عليه أحد. تطورت حرفة النجافة عبر العقود. في البداية كانت حرفة النجافة تؤول إلى امرأة فاتها قطار الزواج لسبب أو لآخر، وفي الغالب الأعم تكون امرأة لها من الجرأة ما يكفي لاقتحام ما وراء أبواب الأسر والعائلات. كانت هي العين التي ينظر بها الخاطب إلى التفاصيل الدقيقة للبنية الجسمية لتلك التي ينوي التقدم لخطبتها. كانت النجافة وقت ذاك لا تتوانى في ملاحقة الشابات في الحمامات لتأتي للأسر التي تريد الخطبة بما يكفي من المعلومات حول الفتاة المرشحة للزواج. لم يكن هناك من يشترط في النجافة نقاء الماضي أو الحاضر حتى. كل ما كان يهم أن تكون قادرة على أن تأتي بالنبأ اليقين والصورة الكاملة الواضحة لتلك التي يراد ترقب بأهلها. كان ذلك في عقود خلت، هي ذكرى قليلون هم الذين يستحضرونها وهم يطرقون أبواب النجافات. الأمور تغيرت الآن، وصار لحرفة النجافة مقام تبرز أهميته في مناسبات الأعراس والخطوبات. في مطلع خمسينيات القرن الماضي عرفت في فاس امرأة باسم الضوية لاليجو. في الحقيقة لم يكن الاسم الثاني سوى تحريف لاسم لاليجيون اترانجير، الفيلق الأجنبي التابع للجيش الفرنسي. زمنها كان المغرب يعيش تحت الاحتلال الفرنسي، وكانت الضوية شابة لها بعض من الجمال، تتجمل وتتزين وتضع على وجهها ألوانا من المكياج، وتخرج لاصطياد زبنائها من جنود الفيلق الأجنبي، ولذلك سميت الضوية لاليجو. نحن الآن في العام 2005، تقدم العمر بالمرأة وكثيرون نسوا ماضيها، وهي بعد كل تلك السنين التي توالت لا ترغب في الالتفات إلى ماضيها ذاك. لعلها دفنت ضوية لاليجو. في كل الأحوال هي تظن أن الفتاة المومس التي كانت لم يعد لها وجود اليوم. بعد كل هذه السنين يسرها أن يناديها زبناؤها بالحجة ضوية. لا أحد يعلم علم اليقين إن كانت المرأة أدت فريضة الحج. المهم
أنهم ينادونها الحاجة احتراما. بعد حصول المغرب على الاستقلال تحولت الضاوية لاليجيو إلى نجافة محترفة كانت تقدم خدماتها بشكل أساسي إلى العائلات الثرية في فاس، تأتيهم بالمعلومات التي يريدونها، وقد أتاح لها ذلك أن تنسج شبكة من العلاقات، بل إنها مع مرور الوقت تمكنت من أن تؤسس لفرقة متكاملة تتولى كل ما يرتبط بالنجافة من تزيين للعرائس وتدبير لتقديمهن إلى الحضارات في الأعراس وما إلى ذلك. كانت فرقة الحاجة الضوية للنجافة تتكون من عدد من النساء فضلا عن رجال يتولون كل ما يتعلق بالنقل وتحضير اللوازم. في العام 2005 كان زبناؤها يعدون بالمئات، كما أن نشاطها تجاوز حدود مدينة فاس إلى مكناس بل إلى الدار البيضاء. صارت لها أجندة تضبط مواعيدها، ولم تكن تدرج ضمن تلك المواعيد أي زبون ما لم يدفع تسبيقا لا يقل عن نصف المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه. أكثر من ذلك، كانت الضوية النجافة تجعل الزبون يقبل بأنه إذا ما ألغى موعده فلن يسترجع سنتيما واحدا من التسبيق. عرفت الضوية طريقها إلى الشهرة، وكان الإقبال عليها يزداد، ولكنها مع كل ذلك لم تتمكن فيما يبدو من التخلص من رواسب شبابها الذي أمضته متنقلة بين أحضان جنود الفيلق الأجنبي في الجيش الفرنسي لليجيون إترانجير. زمنها كانت كثيرا ما تستحوذ على ما قد يكون بحوزة أحد أولئك الجنود من أشياء لها قيمة ما. تخطت الضوية حدود حرفة النجافة ودخلت مجال العرافة والشعوذة. تعد الفتيات اللواتي تخشين أن تلحق بهن العنوسة بزواج سريع وبفسخ ما يعرف بالتقاف. كان مجال عملها كنجافة يتيح لها قاعدة واسعة من الزبونات، وكانت الشعوذة والتوسط فيها نشاطا آخر يدر على الضوية مبالغ مالية لا يستهان بها. كان زوجها يتقمص دور العراف ويتخذ قناع فقيه سوسي عارف بأحوال الجن وتسخيرهم. كان يدعي أنه يتحكم في جني استقدمه من السند. كثيرات هن اللواتي كن تصدقن ما تدعيه الضوية التي في الحالات التي لا يتحقق فيها ما تطمح فيه الواحدة من تلك الزبونات كانت تقول إن تحقيق المراد تعذر، لأن الجني الذي يتحكم في الزبونة من الأرض السابعة والجني الذي يملك رقبته الفقيه السوسي ليست له قوة الغوص إلى الأرض السابعة. عدا الشعوذة التي كانت تمارسها كنشاط مواز، فإن الضاوية ظلت ترتكز أساسا على عملها كنجافة. كانت حين يأتيها زبناء من خارج مدينة فاس تشترط عليهم نقلها بسيارة فاخرة وأن يتم إسكانها في شقة محترمة. كانت طلباتها مجابة، وكانت تبرر كل تلك الشروط بضرورة تأمين ما تحمله معها من حلي ذهبية ومجوهرات تستعملها في تزيين العرائس. كانت تحمل في كل تنقلاتها حقيبة يدوية كبيرة تحتوي على كل تلك الحلي التي تحتاج إليها العروس. كانت لماعة، ولم يكن بمقدور أي كان يعرف ما إذا كانت حليا من ذهب أم أنها حلي من معادن أخرى تم طلاؤها بالذهب. ذلك سر تحرص الضوية على ألا يعلمه أحد. وفي كثير من الأعراس كانت تدبر بمساعدة واحدة من مساعداتها عملية ابتزاز لأصحاب الحفل، إذ تدعي والقاعة ملأى بالحضور أن إحدى قطعها الذهبية الثمينة قد سرقت. لم تكن تتوانى أحيانا في أن تستعير الميكروفون من جوق الغناء لتنادي بصوتها المبحوح أن قد سرقت إسويرة أو دملج من قطعها. كانت تهدد باستدعاء الشرطة إن لم تعد إليها القطعة. كان أهل الدار يخشون الفضيحة ويخافون أن يؤثر ذلك على سمعتهم فيضطرون إلى إسكات الضوية لقاء قدر من المال. أسر كثيرة وجدت نفسها في ورطة. في 25 من يونيو من العام 2005 كانت الضوية في الدار البيضاء حيث تولت زينة عروس إحدى العائلات الثرية. كان الحفل مقاما في فيلا تلك العائلة، عائلة الحاج عبد الرحمن المتطوع، وهو رجل أعمال معروف. مرت كل مراحل العرس بأمان،
وبعد أن انتهت الضاوية من تقديم العروس متشحة بزينات متعددة، فوجئت بها أم العروس وهي تقول إن تاج الذهب الذي كانت تضعه على رأس العروس قد اختفى، وإنها تريد حضور الشرطة قبل أن يتفرق الحاضرون، وكانت في جملتهم شخصيات وازنة في عالم السياسة والمال والأعمال. هدأتها أم العروس وطلبت منها أن تمهلها دقائق حتى تعرض الأمر على الحاج عبد الرحمن. أبلغته ما تدعيه الضاوية النجافة. كان الرجل مطمئنا إلى أن التثبت من صدق ما تزعمه الضاوية لن يستغرق وقتا طويلا. قصد إلى مكتبه في الطابق الأول من الفيلا، اتصل بوالي أمن الدار البيضاء وأبلغه بالنازلة. كانت النجافة تهدد بنسف العرس بأن تعلن أمام الجميع أنها تعرضت لسرقة إحدى أنفس قطع الحلي التي تملك، تاج الذهب الذي كان يرصع هامة العروس في تلك الليلة. أوكل والي الأمن إلى أحد العمداء التوجه إلى فيلا الحاج عبد الرحمن المتطوع لاستجلاء حقيقة ما تدعيه النجافة. قبل وصول العميد تقدم الحاج عبد الرحمن إليها وأبلغها بأن الشرطة في طريقها للحضور وإنها سوف تساعد على كشف من سرق التاج. بدت الضاوية وقد فاجأها ما قاله الرجل، ارتبكت، بدأت تحاول إيجاد مخرج من الورطة التي وقعت فيها. كان الحاج عبد الرحمن وهو يقدم على الاتصال بالشرطة موقنا تماما بأن التاج المذهب لم يسرق. كان منزله مجهزا بكاميرات للمراقبة، وقد عمد إلى مراجعة التسجيلات، فاكتشف أن إحدى مساعدات النجافة هي التي أخذت التاج وأخفته في حقيبتها. حضر العميد محمد العقاري إلى فيلا الحاج المتطوع. كان حفل الزفاف في مراحله الأخيرة، كان الحضور حول موائد العشاء ترافقهم الإيقاعات الأندلسية الرفيعة. استقبله رب الأسرة وعرض عليه التسجيل حيث تظهر كل التحركات التي شهدها محيط الغرفة التي كانت توجد بها العروس. في مكتب الحاج عبد الرحمن بدأ العميد الاستماع إلى ما تدعيه الضاوية. قالت إنها فقدت التاج المذهب وإنها مراعاة لسمعة عائلة الحاج عبد الرحمن تتراجع عن تقديم أي شكاية ضد أي كان. اصطنعت ابتسامة لم تخفي الاضطراب الذي على ملامحها، ثم قالت في النهاية إنه ليس تاج من ذهب وإن قيمته ليست كبيرة. ما أن أنهت أقوالها حتى طلب منها العميد أن ترافقه إلى حيث توجد مساعداتها. توجه بشكل مباشر إلى تلك التي ظهرت في التسجيل المصور وهي تخفي التاج. دون مقدمات طلب منها أن تخرج القطعة المذهبة. ترددت ولكنها ما لبثت أن انثنت أمام إصرار العميد. أخرجته من حقيبة كانت في زاوية الغرفة. قالت إنها إنما فعلت ذلك بأمر من مشغلتها الضاوية. كانت الضاوية لليجو التي تحولت إلى نجافة نصابة محترفة. اعترفت بأعمال نصب عديدة قامت بها ضد أسر في فاس والرباط وفي مكناس قبل الدار البيضاء. أنجز العميد مسطرة اشتملت على اعترافاتها المفصلة، وتم تقديمها أمام وكيل الملك الذي أمر بوضعها رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولها أمام المحكمة الابتدائية. كل يوم يتلقى قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية ملخصا من مختلف مصالح الأمن بالمغرب، فيتم فتح ملف لكل قضية. تلك الملفات لا يتم إقفالها إلا بعد انتهاء التحريات وبعد تقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة. وهكذا بعد التوصل ببرقية في قضية من القضايا يقوم العمداء والضباط العاملون ضمن إطار هذا القسم بدراستها من الجوانب التقنية والقانونية لتفادي كل خطأ في التقدير وكل توجيه غير سليم. وفي حال ما إذا تبين أن الأمر يتعلق بقضية ارتكبت على الصعيد الوطني فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى متابعة الأمر. قبيل ربيع العام 2001 توصل قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية بنظير ملف يتضمن 23 شكاية تتعلق بعمليات نصب تعرض لها مواطنون من مدينة أكادير. لم تكن التحريات التي أجريت على المستوى المحلي في أكادير
قد أفضت إلى إلقاء القبض على المتورطين في أعمال النصب تلك. وقد استنتج الباحثون أن الجناة المفترضين 4 وصلوا إلى أجدير يوم 25 من فبراير من العام 2000، وأن من بينهم شخص يحمل الجنسية المصرية. أفادت التحريات أيضا بأن المصري استأجر غرفة في أحد الفنادق الكبرى بالمدينة، وأن من يفترض كونهم شركاءه اكتروا شقة مفروشة في وسط المدينة. أفاد التحقيق الذي تم إجراؤه بأن تلك المجموعة قامت بنشر إعلان في صحيفة محلية يخبر بأن شركة سعودية تعتزم توظيف 200 عامل متخصص للعمل في المملكة العربية السعودية. كان الإعلان المنشور في الجريدة المحلية يستعجل من يهمهم الأمر للاتصال بعنوان لم يكن في الحقيقة سوى عنوان الشقة المفروشة التي استأجرتها مجموعة 4. بعد يومين تقاطر مرشحون كثر على العنوان المذكور. كانوا كما هو مطلوب منهم في الإعلان مصحوبين بجوازات سفرهم وشهادات عمل تثبت خبرتهم في المجال الذي سيشتغلون فيه. لم يكن يخامر المرشحين للتعاقد مع تلك الشركة السعودية أدنى شك في جدية العرض، فما أن يصل أحدهم إلى الشقة التي اتخذها من يقدمون أنفسهم مندوبين عن تلك الشركة مقرا لهم حتى يجد في استقباله شابا قوي البنية، كانت مهمته فحص جوازات السفر وتوجيه المرشحين. الذين يحملون ملفا مكتملا يتم توجيههم إلى غرفة ما أن يفتح بابها حتى يجد المرشح نفسه في مواجهة لجنة حقيقية من 3 أفراد، 3 يتكلمون بلهجة خليجية. قرارات اللجنة فورية، فما أن يتيقن أفرادها من أن المرشح يستوفي كل الشروط حتى يبلغوه بأن التعاقد النهائي معه لن يتم سوى بعد تواجده في العربية السعودية وبعد التأكد من أن الشهادة المهنية التي قدمها ليست زائفة. تقترح اللجنة أن يسدد المرشح ثمن تذكرة الطائرة من الدار البيضاء إلى مدينة الظهران السعودية ومن الظهران إلى الدار البيضاء. ولطمأنة المرشح المقبول مبدئيا تعده اللجنة بأنه سيستعيد ثمن تذكرة السفر إذا ما أثبت كفاءته مباشرة بعد توقيعه على عقد العمل النهائي. مرشحون كثيرون وافقوا على العرض، ولكن مرشحين آخرين تراجعوا لأنه لم يكن بمقدورهم توفير ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الظهران. حين يمثل المرشحون المقبولون أمام اللجنة للمرة الثانية يطلب منهم دفع ثمن تذكرة السفر إلى أحد الثلاثة الذي يتم تقديمه كمحاسب من الشركة السعودية. إمعانا في طمأنة المرشح يسلم له وصل مختوم يتضمن قيمة المبلغ المالي. إثر ذلك يسلم مطبوعا يتعين أن يوقعه طبيب يشهد بأن المعنية بالأمر خال من كل مرض من الأمراض المعدية. في ظرف أسبوع واحد تمكنت عصابة 4 من الاستيلاء على ما لا يقل عن 345,000 درهم. إثر ذلك اختفت المجموعة من أجدير، بينما ظل عشرات من المرشحين يطرقون الباب الموصد للشقة التي كانت المجموعة تتخذها مقرا لها. وبعد أن طال انتظارهم قرروا اللجوء إلى الشرطة وتقديم شكاياتهم. في المجموع توصلت الشرطة في أجدير 23 شكاية. كانت الخطوة الأولى التي قطعها المحققون الاتصال بصاحب الشقة المفروشة الذي أكد أن رجلا خليجيا فيما يبدو اتصل به لكراء الشقة، وأنه بعدما زارها طلب منه أن يرافقه إلى الفندق حيث يقيم مدير الشركة التي تريد كراء الشقة لإتمام الإجراءات. كان الرجل قد اعتاد كراء الشقة للأجانب، ولذلك فإنه لم ير مانعا من التوجه إلى الفندق وإتمام العملية. ما يهمه في النهاية هو أن يؤجر شقته وأن يحصل على ثمن. أفاد الرجل المحققين بأنه في غرفة الفندق وجد نفسه أمام شخص يظهر أنه من علية القوم، لم يتحدث إليه سوى بضع دقائق، ثم أخرج حزمة من الدولارات ودفع ثمن الإيجار وكلف أحد معاونيه بتسلم مفتاح الشقة.
في الفندق علم المحققون أن المكلف باستقبال الزبناء سلم مفتاح الغرفة إلى شخص واحد يحمل الجنسية المصرية، كما أكد ذلك جواز سفره، وأن الأخير غادر الفندق بعدما دفع ما ترتب بذمته. لا معلومات حول الثلاثة الآخرين الذين كانوا يترددون عليه في الفندق. لم يغفل المحققون الجريدة المحلية التي نشرت الإعلان الذي استقطب المرشحين للعمل. قال مسؤول الإشهار في الصحيفة إن مصلحته توصلت في 27 من فبراير برسالة من الشركة السعودية بعث بها عبر الفاكس، حيث تطلب تزويدها بمعلومات حول كلفة نشر الإعلان على صفحات الجريدة. كان المطلوب موافاة الشركة بالرد في اليوم نفسه، وكذلك كان. قال مسؤول الإعلانات إنه في اليوم الموالي حضر إلى مقر الصحيفة شخص يرتدي زيا خليجيا، أبلغه أنه ممثل الشركة التي ترغب في نشر الإعلان. كانت الصحيفة تريد دفعا مقدما بشيك مضمون، ولكن الرجل الخليجي اعتذر وتذرع بأنه ليس مقيما في المغرب. اقترح الدفع نقدا وبالدولار، ولكن إدارة الصحيفة أصرت على أن يكون الدفع بالدرهم. قال مسؤول الإعلانات إن الخليجي عاد بعد نصف ساعة ودفع ثمن الإعلان لقاء وصل سلم إليه ثم اختفى. ورغم دقة المعلومات فإن مصالح الشرطة في أجدير لم تتمكن من الوصول إلى أفراد المجموعة الذين بدا أنهم غادروا المدينة دون أن يتركوا أثرا. توقف البحث في انتظار توفر معطيات جديدة، وهكذا فتح قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية ملفا لهذه القضية. لم تثمر التحريات التي تم إجراؤها حول صاحب جواز السفر المصري. لم يتسن رصد تاريخ دخوله إلى المغرب ولا ما إذا أقام في مدينة أخرى غير أجدير. في 27 من غشت من العام 2000 توصل قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية بنسخة من ملف مشابه لملف أجدير، هذه المرة من وجدة. يتطابق الملفان بشكل شبه تام. تم تسجيل فارقين بسيطين، الأول أن الرجل المصري كان تونسيا هذه المرة، وأن الشركة صاحبة الإعلان والتي تطلب يدا عاملة مغربية مؤهلة كانت شركة كويتية. ما استولى عليه أفراد العصابة قبل اختفائهم عن وجدة بلغ نحو 50 مليون سنتيم. صار جليا أن العصابة ستظهر مرة ثالثة في مدينة أخرى غير أجدير أو وجدة، ولذلك تم تعميم مذكرة على مختلف مصالح الشرطة في المغرب لترقب الظهور الجديد للعصابة. قدمت المذكرة المعلومات المتوفرة. في أوائل أكتوبر من العام 2000 في طنجة كان مفتش للشرطة من مصلحة الاستعلامات العامة في منزله لما زاره صهر له يعمل في صحيفة جهوية. أثناء تجاذبهما أطراف الحديث أسر الصهر إلى مفتش الشرطة بأن أجنبيا تقدم إلى الجريدة وطلب نشر إعلان لشركة ليبية تريد توظيف 200 عامل مغربي متخصص، وأن الرجل دفع ثمن الإعلان نقدا، كما أنه لم يكن قط يتحدث بلهجة ليبية. بدا الصهر متشككا، ولذلك التمس رأي صهره مفتش الشرطة الذي كان من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة. تحاشى المفتش الحديث لصهره عن أهمية وخطورة ما هو بصدد الكشف عنه. أقنعه بضرورة إتمام الصفقة مع الأجنبي وأن ينشر الإعلان، كما طلب منه تسليمه نسخة منه. في صباح 15 من أكتوبر تقدم مفتش الشرطة أمام مسؤوله المباشر بنسخة الإعلان. بعد وقت قصير كان المفتش ورئيسه المباشر في مكتب رئيس الأمن الإقليمي. قدم المفتش تقريرا شفويا حول الطريقة التي حصل بها على نسخة الإعلان الذي ستنشره الصحيفة للشركة الليبية. استدعى العميد الإقليمي رئيس الشرطة القضائية والعميد المركزي، وبحضور المفتش الذي رصد تحرك العصابة في طنجة عقد اجتماع تقرر خلاله وضع مراقبة على مدار الساعة حول العنوان الذي ورد في الإعلان. كانت التعليمات تقول إن كل تدخل يجب أن يمكن من ضبط أفراد العصابة في حالة تلبس. صار 4 مفتشين من المعروفين بخبرتهم يتناوبون على مراقبة المكان كل 6 ساعات وعلى مدار الساعة.
تم نشر الإعلان في الصحيفة الجهوية، وتقاطر عشرات من المرشحين على المقر الذي اختاره أفراد العصابة. تم قبول 50 شخصا كلهم أعلنوا استعدادهم لدفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى ليبيا. كان 5 نوفمبر موعدا للدفع، وما أن خرج الزبون الأول حتى التقطه 4 من رجال الشرطة. أدخلوه سيارة كانت مستوقفة غير بعيد، علموا منه أنه دفع ثمن بطاقة السفر بالطائرة ذهابا وإيابا من الدار البيضاء إلى طرابلس. قال إنه أبرم العقد وإنه لم يتبقى له الآن إلا تقديم الشهادة الطبية. تحركت العصابة للمرة الثالثة وفق سيناريو مماثل لتحركها في أكادير ثم في وجدة. الحلقة 23. بين فبراير وغشت من العام 2001 تمكنت عصابة من 4 أشخاص من النصب على عشرات المواطنين في كل من أكادير ووجدة. في أكادير نشرت العصابة إعلانا باسم شركة سعودية يفيد بحاجة الشركة إلى يد عاملة مغربية مؤهلة. وفي المرة الثانية في وجدة نصبت العصابة على عشرات من خلال إعلان لشركة كويتية مزعومة. كانت العصابة تطلب من المرشحين دفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى السعودية والكويت على سبيل الضمانة، وتهم المرشحين للعمل بأنه سيكون بمقدورهم استرداد تلك المبالغ المالية بعد أن يتم التثبت من مؤهلاتهم المهنية وتوقيعهم على عقد العمل النهائي. في أكادير وفي وجدة لم تتمكن مصالح الشرطة من الوصول إلى أفراد العصابة، ولذلك فإن ملفي عمليتي النصب اللتين تعرض لهما مواطنون من المدينة ظل مفتوحين على مستوى قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية. كان المتوقع أن تتحرك العصابة في مدينة أخرى، ولذلك تم تعميم مذكرة في هذا الشأن على مختلف مصالح الأمن. في مطلع أكتوبر من العام 2001 رصد مفتش للشرطة بوادر تحرك العصابة من خلال توجهها صوب نشر إعلان في صحيفة جهوية تصدر بمدينة طنجة. كان الإعلان هذه المرة باسم شركة ليبية. تحركت مصالح الأمن المحلية وفرضت مراقبة على مدار الساعة على المقر الكائن بالعنوان المنشور في الإعلان. تدفق على المكان عشرات من المرشحين للعمل في ليبيا، وكما كان الحال في أكادير وفي وجدة فإن العصابة التي تتخذ شكل لجنة للانتقاء اشترطت على من استوفوا الشروط دفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى طرابلس. كان المرشح يتسلم وصلا مختوما بختم الشركة يتضمن قيمة ما دفعه من مال. في 5 نوفمبر كان موعد دفع ثمن تذكرة السفر. كان المكان تحت المراقبة، وما أن خرج المرشح الأول حتى أحاط به 4 من مفتشي الشرطة واقتادوه إلى سيارة كانت مركونة غير بعيد. علموا منه أنه دفع المبلغ المطلوب وقدم لهم الوصل، كما أفاد بأن اللجنة منحته المطبوع الذي يتعين ملؤه من قبل طبيب يشهد بأن المعني بالأمر لا يعاني من مرض معدي. تبين أن ساعة التدخل قد حانت. حضر إلى عين المكان رئيس الأمن الإقليمي، وتم تشكيل فريق للتدخل من 20 من أفراد الأمن. تم تطويق العمارة التي تأوي الشقة التي يوجد بها أفراد العصابة، وارتقى عدد من أفراد الأمن أسطح العمارات المجاورة. كانت الخطة تقتضي أن لا يترك مجال لفرار أي من أفراد العصابة. في 4:15 تقدم العميد بمفرده إلى باب الشقة، ادعى أنه من المرشحين للعمل في ليبيا. وما أن فتح الباب حتى اقتحم الشقة 10 من أفراد الأمن من الأقوياء، فاجأوا 3 رجال كانوا يرتدون الزي الخليجي. في تلك اللحظة كانوا بصدد استلام مبلغ مالي من أحد الضحايا. تم تفتيش الشقة وحجز كل وسائل الإثبات. تم تصفيد 3 واقتيدوا رفقة الزبون الأخير إلى مفوضية الشرطة، كما تم إلقاء القبض على الشخص الرابع في العصابة. تم إقفال الشقة وختم بابها بالشمع الأحمر لمعاودة تفتيشها إن اقتضى الحال.
حجز رئيس الشرطة القضائية كل الوثائق والحقائب التي كانت في الشقة، وتم نقل المحجوز إلى مقر المفوضية حيث بوشرت عملية فحصها. تم اكتشاف عدة جوازات للسفر مزيفة ومن جنسيات مختلفة، وكانت تحمل صورة شخص واحد. أول من تم استنطاقه هو الشخص الذي كان ممسكا مفتاح الشقة. تبين أنه مجرد عامل استخدم لتنظيم عملية دخول المرشحين للعمل الضحايا، وأنه لا صلة له بالفعل الإجرامي. كان نفسه يعتقد أنه يعمل لحساب شركة ليبية. الأدلة والحجاج التي توفرت لم تترك للثلاثة الباقين مجالا للإنكار. يعترفوا بما نسب إليهم من أفعال اقترفوها في أجدير ووجدة وفي طنجة. اتضح أن العقل المدبر لتلك الأفعال الإجرامية هو المدعو عثمان الإفريقي، وهو مغربي من مواليد الدار البيضاء في العام 60-900 و1000. صرح بأنه هاجر للعمل في العربية السعودية، حيث قضى 5 أعوام في خدمة إحدى الشركات الكبرى. بدأ مساره في الشركة كعامل بسيط بمطار جدة، ثم تمت ترقيته إلى مساعد في مصلحة الشحن بالمطار. وبسبب ارتكابه مخالفة لقانون الهجرة في السعودية تم ترحيله إلى المغرب. قبل طرده من العمل كان قد سرق عددا من جوازات السفر تعود لمواطنين من بلدان عربية مختلفة. قال إنه بعد طرده من العمل قرر استعمال تلك الجوازات، وخاصة التي تعود إلى مشارق، في أعمال إجرامية تسيء إلى سمعة تلك البلدان. في سياق ذاك التوجه الإجرامي عمد الإفريقي إلى إحداث شركات وهمية يقدم نفسه على أنه المتحدث باسمها، ويوهم ضحاياه بتمكينهم من فرص عمل في بلدان خليجية وعربية. في الدار البيضاء التقى عاطلين عرض عليهما مشروعه فوافقا على أن يكونا شريكيه. كانت أول عملية نصب قامت بها هذه المجموعة شراء ورقتين من فئة $100 تم استنساخهما وتكوين حزم مالية. في أجدير اعترف عثمان الإفريقي أنه حجز غرفة في أحد الفنادق الفخمة قضى بها 3 أيام قبل أن ينتقل مع رفيقيه إلى الغرفة المفروشة التي اتخذوها مكتبا للشركة السعودية الوهمية. بعد استقرارهم هناك استخدموا شابا أوهموه بنقله معهم إلى السعودية، حيث سيتقاضى راتبا هو ضعف ما يتقاضاه في أجدير. كانت مهمة هذا الشاب تنظيم عملية إدخال المرشحين للعمل الذين تم استقطابهم بواسطة الإعلان المنشور في صحيفة محلية. نعلم بقية القصة. في أجدير تم النصب على عشرات، وتوصلت مصالح الأمن بشكايات من 23 شخصا جرى النصب عليهم. في أجدير استولت العصابة على مبلغ مالي يزيد على 345,000 درهم. قضى أفراد العصابة 2 أسبوع في أجدير ثم اختفوا. كانت مدينة وجدة وجهتهم التالية. لم يغيروا سيناريو الاستقطاب. إعلان في جريدة محلية: شقة مفروشة تم استئجارها لاتخاذها مركزا لتسجيل المرشحين للعمل، ثم مواعيد يدفع خلالها المرشحون ثمن تذاكر السفر. عندما غادرت العصابة مدينة وجدة كانت قد استولت على نحو 500,000 درهم. بعد أكثر من 6 أسابيع ظهرت العصابة في طنجة، ولكن طنجة كانت محطة أخيرة في مسيرة تلك المجموعة الإجرامية. رأينا أن وصول العصابة إلى مدينة طنجة صادف حالة اليقظة التي كانت قد وضعت بها مختلف الأجهزة الأمنية تأسيسا على توقع تحرك جديد لتلك العصابة بعد عمليتيها في وجدة وقبلها في أجدير. جاءت اعترافات شريكي المدعو عثمان الإفريقي حاملة تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل العصابة وخططها الإجرامية، كما أن المواد التي تم حجزها في الشقة المفروشة بطنجة وفضلا عن جوازات السفر تضمنت وثائق مختلفة. نتائج الخبرات التي أجريت على جوازات السفر التي عثر عليها أفادت بأن الأمر يتعلق بجوازات سفر سليمة تم تبديل صور أصحابها بتقنية عالية وتعويضها بصورة المدعو عثمان الإفريقي.
أثبتت التحريات وأبانت أيضا اعترافات الضنين بأنه استعمل 3 جوازات من تلك الجوازات التي سرقها بينما كان يعمل في العربية السعودية. في مدينة أكادير استعمل جواز سفر مصري كان يحمل صورته ولكنه يحمل اسم صاحب الجواز الأصلي، وقد سخر تلك الوثيقة في حجز غرفة في الفندق. أما في مدينة وجدة فقد استعمل جواز سفر يعود إلى مواطن ليبي، بينما استعمل في مدينة طنجة جواز سفر تونسي. تعدد جوازات السفر التي استعملها الضنين جعل في مرحلة أولى صعبا تقفي أثره، ذلك أن أيا من تلك الجوازات لم يتم ختمه في نقط الحدود. علمنا في مستهل اعترافاته أنه رحل من العربية السعودية منذ فترة لخرقه القوانين المتعلقة بالهجرة. ضمن الوثائق التي تم حجزها أيضا نماذج لعقود عمل ودفاتر تواصيل، بينت الخبرة التي تم إجراؤها في مختبر الشرطة العلمية أن الورقة المستعملة في كل تلك الوثائق من عينة واحدة، كما أن تحرير مضامينها تم باستعمال آلة راقنة واحدة. تولت الشرطة القضائية بطنجة هذا الملف، وبتنسيق مع الشرطة القضائية بالدار البيضاء تم تفتيش منازل الأظناء 3 الذين ينحدرون من تلك المدينة، فتم اكتشاف الآلة الكاتبة التي سخرت في صياغة الوثائق، وأيضا دفاتر حسابات بنكية تعود للأظناء، وقد تبين أنهم أودعوا تلك الحسابات مبالغ مالية هامة حصلوا عليها من عمليات النصب التي قاموا بها. وقد تم إشعار المؤسسات البنكية التي توجد بها تلك الحسابات بمنع صرف أي مبلغ مالي إلى حين صدور الأحكام القضائية. كثيرة هي قضايا النصب التي تعاملت معها مصالح الشرطة، وكانت القضية التي عرضناها أمس واليوم واحدة من تلك القضايا التي أبانت عن أن النصب والاحتيال كثيرا ما تلثع بلفاع الجدية والنزاهة.